فيه يعني بالك إعادة النظر في بعض الـ 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 يعني الـ في الرقابة كيفاش تكون دفتر الشروط. هذه نخلي وزارة الصناعة تعمل في هذا الشأن هذا، فيكون فيه تدابير إن شاء الله ويكون فيه رقابة جي يعني شوية مقيدة في هذا الشأن هذا. الدراسة ما زالها الآن تتمم في الوزارتين بالتنسيق يعني طبعا، مازال يعني ماهوش يعني إرادة كما قلتي سياسة الدعم، سياسة الدعم تبقى. واش اللي رايحين يتبدل؟ يتبدل يعني أن الدعم يروح للناس ولا المواطن اللي يكون عنده اللي يستحق الدعم. هذا هي يعني ما فيهش يعني كاين واحد الكلام كما نتكلم على الدعم فم تروح الكلام باللي أن خلاص الدولة ستلغي تماما الدعم. لا، هذا غير صحيح. السياسة راح تكمل ولكن للأصحاب. شكرا.